مشاهدينا اهلا بحضراتكم مره اخرى، والحقيقه معانا خبر ايضا حابين نعرف عنه تفاصيل اكتر. قام وزير الكهرباء والطاقه بزياره لروسيا لمراجعه جاهزيه بدء تصنيع قلب المفاعل لمتابعه خطوات تنفيذ مشروع محطه الطاقه النوويه بالضبعه، والتي تعتبر اول محطه للطاقه النوويه في مصر. حابين نعرف طبعا تفاصيل اكتر عن هذا الموضوع. معانا على الهاتف الدكتور ايمن حمزه المتحدث الرسمي باسم وزاره الكهرباء والطاقه. صباح الخير دكتور. صباح الخير يا فندم، تحياتي لحضرتك وتحياتي للمتابعين الكرام. اهلا بحضرتك يا دكتور. يعني حابين نعرف برضو من حضرتك يعني بدايه يعني اهميه هذه الزياره، وطبعا ناخد فكره عن اهميه مشروع محطه الطاقه النوويه في مصر والهدف منه طبعا عشان المشاهدين يبقوا على درايه اكتر. هو طبعا يعني احنا لو اجازنا طبعا التعبير ان هو ده المشروع الحلم المصري النووي، يعني بيتحقق في خطواته طبعا على ارض مصر. ويمكن طبعا هو مشروع عملاق كبير جدا، وفي متابعه من على يعني من اعلى المستويات من سياده الرئيس وطبعا وتوجيهاته، وكمان معالي الوزير طبعا بيتابع كل خطوه من الخطوات التنفيذيه. ويمكن كان من ضمنها زي ما حضرتك اشرت زياره وحضور بدء تدشين اول معده طويله الاجل في روسيا، اللي هي مصادة قلب المفاعل الوحدات النووية. وديت ده بتدل على طبعا هي سبق التدشين دوت او بداية تصنيع اجتماعات طبعا ما بين الجانبين المصري والروسي، وطبعا متابعة هيئة محطات النووية والخبراء لمدى جودة التصنيع الخاص بها. وديت من ضمن المعدات الثقيله اللي بعد كده ان شاء الله بعد ما يتم التصنيع بيتم نقلها وبيتم دخولها عن طريق الميناء المخصصه اللي بيتم انشائها حاليا في موقع الضبعه، علشان ان شاء الله تبقى يعني ايه يعني طبعا ديت زي باقي المعدات الثقيله، وان شاء الله نرى المحطه على ارض الواقع باذن الله زي تحقيق الاحلام المصريه كلها اللي بيتم سريعا وبدرجه كبيره جدا من المتابعه والجوده ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. طيب حبيب برضو نعرف من حضرتك يعني اهميه الشراكه يعني في تنفيذ هذا المشروع مع شركه مثلا مثل شركه روساتوم الروسيه، يعني حابين برضو نعرف اهميه هذه الشراكه يعني. طبعا الشراكه ما بين مصر وروسيا ده يعني امر يعني من القديم الازل، ويعني من العلاقات الاستراتيجيه اللي بنهتم بها مصر بصفه عامه. ويمكن الخاص بالمشروع النووي او الاستخدامات السلميه للطاقه النوويه كانت مرت بخطوات مبدئيه في الاول بالنسبه لي طرح المناقصات الخاصه بها ومناقشه العروض الموجوده. ويمكن روسيا بتقدم يعني النموذج اللي هو يعتبر اكثر تطورا، الجيل الثالث المطور اللي بيتم ان شاء الله اللي هيتم يعني استخدامه او انشائه في محطه الضبعه، والتفاهم الكبير ما بين الجانبين لاهميه هذا المشروع بالنسبه لمصر طبعا، وكمان بالإضافة إلى الاهتمام برفع كفاءة الكوادر بالاحتكاك ما بين يعني الكوادر المصرية والخبراء الروس. وده يعني الموقف ده بيتم بطريقة يعني إيجابية جدا جدا، وإن شاء الله يعني يتم نقلها ونقل الخبرة ديت وتوطين الخبرة النووية إن شاء الله، خاصة إن يعني من ضمن التعاقدات ان تكون مشاركه التصنيع المحلي كمان يكون بنسبه 20% من اول مفاعل. عندنا اربع مفاعلات وبتتدرج تدريجيا وتتزايد، ممكن تصل الى 30% ان شاء الله، ودي نسبه كبيره جدا بالنسبه للصناعه. تمام. طيب برضو حابين يعني سمعنا عن انشاء مدرسه الضبعه الفنيه، برضو حابين ناخد من حضرتك فكره عن هذه المدرسه ويعني اهميتها في هذا المكان تحديدا يعني. طبعا يمكن من الاهتمام بان يعني وصول الكوادر المصريه لاعلى درجات من يعني الجوده والتدريب العالي
ويمكن كان من ضمنها الاهتمام بإنشاء مدرسة فنية لتخريج كوادر فنية شابة وعلى أعلى مستوى تفيد طبعا المشروع النووي أو يعني محطات النووية، لأن هي طبعا مش محطة واحدة إن شاء الله، تبقى أكثر من محطة إن شاء الله. بالإضافة إلى أن هي تعتبر مورد مهم جدا للكوادر الفنية على أعلى مستوى للمنطقة المحيطة، خاصة أن المنطقة المحيطة بينا بتتجه ل يعني الزيادة في إنشاء المحطات النووية، بالإضافة إلى المدرسة الاختيارات معايير الاختيار بتاعها على أعلى مستوى، كمان في نفس الوقت الاختيار خاص بالكوادر اللي هتعمل في المشروع النووي هيتم تدريبها كمان هناك في روسيا، ويعني بحيث ان احنا نوصل بالخبرة الكوادر المصرية ان شاء الله لدرجات عالية جدا جدا ان شاء الله. طيب يعني انا اسف على الاطاله، ولكن يعني اختم مع حضرتك بان طبعا حضرتك عارف ان بتمر البلاد طبعا بموجه حر شديده، فحابين نعرف يعني هل يعني تاثرت يعني محطات توليد الكهرباء بارتفاع درجات الحراره؟ لا الحمد لله، طبعا هو الـ بالرغم من ارتفاع درجه الحراره واحتياج لزياده احتياجات يعني الكهربيه، ويمكن عايز اقول لحضرتك ان يعني امبارح كانت اقصى الحمل موجود خلال اليوم، وده بيبقى بعد المغرب، وصل لاول يعني الاعلى درجات او اعلى احتياجات على يعني اول مره يعني على السنوات السابقه وحتى الان، يعني حوالي 33400 ميجا وات. وبرغم من كده الحمد لله كان في احتياطي محترم كويس جدا، وفي استقرار كبير في التغذية الكهربية، ممكن تكون يعني طبعا أكيد في مردود إيجابي كبير جدا من التطوير اللي تم في شبكات سواء نقل الكهرباء وتوزيع الكهرباء، وكمان في نفس الوقت الطفرة الكبيرة اللي تمت في هذا القطاع الحيوي ده يعني ده المردود الإيجابي، وإحنا الحمد لله بالرغم من زيادة الاحتياجات اللي موجودة الداخلية، لأن برضو إحنا بنافي كنا بنافي برضو أو بيتم تصدير برضو جزء للدول الجوار، والحمد لله إن شاء الله إحنا مستعدين ودائما بنعمل على الاستقرار التغذية الكهربية، ولو في أي أعطال أو في أي مشكلة إحنا على استعداد لاستقبالها وإصلاحها إن شاء الله. يا رب إن شاء الله، ويعني كل التوفيق يعني لحضراتكم، وهذا الجهد اللي حضراتكم مشكورين عليه، وإن شاء الله نرى الأفضل والأفضل في الفترة اللي جاية إن شاء الله. شكرا. شكرا، بشكرك جدا دكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة، بشكر حضرتك، شكرا جزيلا.